تبتدي بكره اليد الرجال. الحمد لله الفرقه ماشيه بشكل جيد الحمد لله، استطاع النادي الاهلي ينتزع الفوز من سبورتنج بدوري رجال كره اليد طبعا الفريق بقياده مستر ديفيد ديفيز. المباراه اتلعبت امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وانتهت المباراه 24-22. بالمناسبه سبورتنج طبعا بيمرنوا الكابتن مروان رجب نجم منتخب مصر السابق ومدير فني منتخب مصر السابق واللي حصل مع على بطوله افريقيا. الشوط الاول كان خلص بتقدم 11-10 للنادي الاهلي على ان هو انهى الشوط الثاني بنتيجه طبعا 24-22، وبكده يستمر النادي الاهلي في الصداره طبعا صوره الكابتن مروان رجب. وبالمناسبه اقول لكم حاجه يعني لذيذه جدا على كابتن مروان رجب. المهم الفاز النادي الاهلي بفوزه ده يبقى هو بيتصدر الترتيب برصيد 26 نقطه بفارق نقطتين عن نادي الزمالك واللي بيجي ورانا في الترتيب. فرقتنا هتقفل الصفحه دي وهتستعد بكل قوه للماتش اللي جاي واللي هيكون قدام نادي الزمالك يوم الجمعه اللي جايه باذن الله، يعني تاني ايام رمضان. بالنسبه لكابتن مروان رجب، اللي ما يعرفش كابتن مروان كان لعيب باسكت اصلا، وفي منتخب 16 سنه سنه 1992 كان تم استدعاءه من منتخب كره اليد تحت 16 سنه، ونفس الوقت تم استدعاءه في منتخب كره السله تحت 16 سنه. ده خبر طريف كان عن كابتن مروان رجب.